انا ما سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطور. السلام عليكم ورحمه الله. ازر فلاوي تكلمنا كثير والناس خرجوا يتظاهروا امام القنصليات في الخارج، والناس تكلمت على الاجراءات الاستثنائيه اللي دارتها العصابه لمعاقبه الجزائريين عند دخولهم الاراضي الجزائريه. هذا ما سمي بالاجراءات الصحيه، انك تفرض على الجزائريين باش يخلصوا حق البي سي ار، تيست بي سي ار في الجزائر، وحق الاوتيل والظروف هذيك راهنا نعرفوها والماكله وده، بالاضافه الى البيت تاع الطيران اللي غالي. قال واش قال؟ قال هذه اجراءات صحيه وقدمنا. الله يبارك. ولكن المشكل في دولة تاع فوايوات القانون لا يحترم. لما تدير قانون يجب يحترمه الناس كامل في الدول اللي تحترم نفسها، اما في دولة ولاد حرام بوندية فوايوات القانون ما يحترمش. خير دليل على ذلك سيدي، نجو نخلينا من ليكا رار. هذا ما قال ولاد عائلة تبون، ثمانية من الناس نهار 3 جوان دخلوا الجزائر في اي بي داروهم. انت يا صاحبي، انت يا عمك ولا باباك ولا خالك ولا نعرف شي قرب لك ديجا ياكل في الدزاير يسرق فيها ينهب فيها وعايش عليا في اي بي، تزيد انت تعيش عليا في اي بي ولا ادخل في اي بي. لي فوتبالور ادخلوا في اي بي، عائلة فوتبالور ادخل في اي بي، ما ديروش انتوما الحجر الصحي بصحتكم انتوما سياد. ايه ولكن الناس اللي يجوا في اير فرانس، صحفيين اللي جاو يغطيو الانتخابات التشريعية ما يديروش حتى هما، القانون ما يطبقش عليهم. هيا روح سيتي مالي، وين زاد قالت لهم كوشيفو عند كل اسبوع طائره تجي من الصين تجيب عمال صينيين ما كانش حجر صحي، اي بورتون جايين ملاشين، وكورونا جات ملاشين، اصل كورونا ملاشين ما كانش حجر صحي. وعلاش هادو درك شوكر في البلاد هادي ولا واش يا جماعه؟ فهمونا، راهو بنادم يخرج على عقله مع هاد البوندية هاد الفوايوات الله لا يتربحهم ولاد الحرام هادو. يعني القانون يتبع غير على الزوالي، ايه يتبع غير على الجزائريين الزواولة، ولاد الحرام اللي كيفهم ما يتبقش عليهم، ولا اللي في دائرة ولاد الحرام ما يتبقش عليهم. وعلاش انت هادو عمال صينيين عايش في بلاد يدير عليا ولا ما يديرش هو الحجر الصحي ويقدر هو يجيب لي الكورونا؟ الهنودة اللي محطوطين لي سروج في الدول الكامل يدخل الجزائر بلا حجر صحي. ايوا روح انت تفهم. اركو الجزائريين خلاهم عالقين شهر كامل في مطار باريس، خلاهم مش يدخلوا، خورين دخلوا عاودوا ردوهم. الله لا يتربحكم يا ولاد الحرام يا خماج، هكذا ديروا عطاكم ربي وصلكم الزمان تحاوزوا الجزائريين من بلادو بعد ما نفيتوا ابناء الجزائر للخارج، نفيتوا ولاد الشهداء، نفيتوا ولاد المجاهدين يا خبثاء. ها درك وليتو ناس ما داروا بوليتيك ما داروا والو، تفوا فيهم. ها تخليش تدخل بلادو تحاوزو، الاخر حاب جاي مسكين، راح جاي من لا ماليزي، واحد جاي من انجليز، واحد جاي من ايرلندا، خليتهمش يدخلوا، خليتهم شهر هما قدام الناس فرجة، درتو بهم سيرك قدام الناس وما داكمش النيف على الجزائر. لانهم يقولوا شكون هاد الجزائريين؟ مطار كامل من الجناس كاملة غير الجزائريين اللي عرضة هكذا سيرك، ودرك تزيدو من كل جناس
في السفارات والقنصليات إلا الجزائريين اللي يتظاهروا أمام قنصلياتهم ويقولهم خلونا ندخلوا لبلادنا وعلاش دايرين علينا هذا الحجر الصحي هذه الإجراءات. ومن بعد يجوا شنابة هنودة فرنسيس جزائريين في اي بي ما النوعية الخاصة يا ها هادو ما ينطبقش عليهم القانون. امشوا لعنة الله عليكم يا خبثاء. ناري تعودوا رجال بيتم معنى الكلمة ولا تعودوا عندكم غير 5 غرامات تاع رجولية اروحوا ديروا قوانين ونطبقوها. اما انتم فويوات ما تقدروش ديروا قوانين في الجزائر لانكم الفويو عمره ما يعيش بالقانون. الفويو ديما عايش خارج القانون فوق القانون. انتم عايشين فوق القانون. الله ينعلكم ويخزيكم يا خبثاء يا ولاد حرام. كي يقول لكم ولاد حرام راكم ولاد حرام بيتم معنى الكلمه ماشي كلام هكذاك قال ولاد حرام نو معنى نورمالمون غدوه في الديكسيونير يقول لك ما معنى كلمه ولاد حرام النقطتين حكام الجزائر تعني ولاد حرام هاي ليك باش الناس تفهم واش معنى كلمه ولاد حرام هما حكام الجزائر. الله ينعلكم ويخزيكم. الله يقدر الخير بلادنا. الله يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.